بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع المحاضرة رقم 7 من محاضرات البي اتش بي مادة M275. ما زلنا في سيشن 2 موضوع الفانكشن. آخر حاجة وقفنا عندها المحاضرة اللي فاتت كان صفحة 18. هنشتغل النهاردة على موضوع setting default values for arguments. كان رقم الملف اللي احنا هنشتغل فيه ملف ال PHP كان index 14. قلنا هنبدأ نشتغل على فكرة ال div وال span. ان شاء الله الفكرة اسهل مما تتخيل. كل اللي انا هعمله كالتالي، انا هاجي كده همسح بس الاول الجزء ده ونبدأ نشرح المثال بالتفصيل. ايه فكرة الديف وايه فكرة الاسبان؟ الاول انا لو حبيت اعمل كومنت في ال HTML بعمل الكومنت بالمنظر ده، بعمل علامة الاقل من وبعد كده علامة التعجب شرطتين، تمام؟ بعد لما اخلص الكومنت بقفل العلامة بتاعتي اللي هي علامة الاكبر من، تمام؟ وقبلها بحط شرطتين وبكتب اللي انا عايزه. كل الكلام ده يكون عبارة عن كومنت. يعني ادي كومنت 1 وهنا كومنت 2. اذا الفكرة ان انا بكتب الكومنت بالمنظر ده. طبعا اقدر اعمل الكلام ده على سطر واحد، يعني اجي كده. هو ده فكرة الكومنت داخل ال HTML، عبارة عن علامة الاصغر من، علامة التعجب شرطتين، شرطتين علامة الاكبر من، اكتب الكومنت اللي انت عايزه ما بينهم، سواء كان على سطر واحد او على كان او كان اكتر من سطر. طيب جميل جدا لحد الان. انت عايز تعمل ايه؟ نشيل بقى الكومنت ده ونشيل الكومنت دوت اهو ونبدأ نشتغل. ايه الموضوع ده وايه الفكرة بتاعت الديف وايه الفكرة بتاعت الاسبان؟ حالا لو انا جيت كده فوق وقلت له عايز اعمل ديف، عايز كده اجي هنا واعمل ديف علشان نفرق ما بين الديف والسبان، وجيت قفلت الديف بتاعتي وما بين الديف والديف رحت كتبت اللي انا عايزه، وليكن مثلا هكتب هنا شريف فتحي، ولكن خلي فتحي ديت خليها بره الديف خالص، يبقى مش هتتأثر بالديف بتاعتي. مين اللي هيتأثر بالديف؟ شريف فقط اهو، يبقى فتح بره الديف خالص. مين اللي هيتأثر بالديف؟ شريف. طب هي الديف فايدتها ايه؟ هتعرف حالا. انا لو جيت هنا وقلت له الديف بتاعت شريف دي عايزها تكون الالاين بتاعتها تكون في السنتر، عايز المحاذاة بتاعتها تكون في السنتر، وعايز اعمل لها حاجة بيسموها ستايل اللي هو كاسكيدنج ستايل شيت، يبقى ده عبارة عن اتريبيوت اسمه الاين وده عبارة عن اتريبيوت اسمه ستايل، ولكن الستايل ده خاص بالكاسكيدنج ستايل شيت. يبقى الالاين بتحدد المحاذاة، يبقى كلمة شريف دي هتكون فين؟ في السنتر. والستايل بتاعه وابدأ ادي لها الستايل اللي انا عايزه، عايز اغير في الكالر، هقول له كالر نقطتين، اوعى حد يقول لي كالر يساوي. الشغل بتاع الكاسكيدنج ستايل شيت بشتغل بالايه؟ بالنقطتين. بحط هنا البروبريتي بتاعتي وبعد كده الفاليو وفي النص ما بينهم نقطتين، فبقول له عايز الكالر يكون ريد. خلاص خلصت؟ ايوه خلصت الكالر. اعمل سيمي كولن واكتب البروبريتي الثانيه، وعايز يكون ليها خلفيه باك جراوند، واقول له نقطتين، عايز الخلفيه تكون ايه؟ تكون اخضر جرين. طيب خلاص خلصت، ممكن اعمل سيمي كولن. انا خلاص خلصت، عايز تكمل كمل. عايز اخلي الويدز بتاعتها تكون عبارة عن 100 بيكسل، 100 بي اكس. خلاص خلصت، اعمل برضو سيمي كولن. اذا بعمل الكلام ده زي ما انت شايف، ادي الديف بتاعتي اهي. يبقى الشريف دي ما بين اتنين ديف، الديف اوبن والديف كلوز، معمول لها الاين، الالاين في السنتر، ومعمول لها ستايل، عايز اللون بتاعها يكون احمر والخلفية خضراء والويدز يكون 100 بيكسل. هو ده اللي احنا عملناه. امسح بقى الكلام اللي تحت ده، انا كنت بس بشرحه لك.
تمام لحد الآن. يلا بينا نشغل اندكس 14. ادي اندكس 14 اللي هو موجود على اللوكال هوست على الفولدر M275 داخل شابتر 7، واقول له انتر او اقول له ريفرش F5. شريف اهي هو ده اللي انا كنت عايزه. وادي فتحي. سؤال، هل فتحي اتأثرت بأي حاجة؟ لا على الإطلاق، فتحي ما اتأثرتش بأي حاجة. ليه؟ لأنها خارج الديف. فتحي خارج الديف. مين اللي داخل الديف؟ شريف. الالاين في السنتر، ارجع كده تاني، الالاين في السنتر واللون احمر والخلفية خضراء، واللون احمر اهو والخلفية خضراء. والويدز كام؟ 100 بيكسل. لا خليها 200 ولاحظ الفرق، 200 بيكسل. واقول له F5. لاحظت حاجة؟ الويدز ماله؟ زاد. اذا انا اقدر اتحكم في كل الحاجات دي زي ما انا عايز. يبقى هو ده فكرة الديف. طب جميل جدا، ينفع بقى الديف ده كله اهو زي ما هو كده، خليه على سطر واحد او بلاش سطر واحد، تعالى كده خليه كله عبارة عن كومنت. اعمل العلامة بتاعت التعجب شرطتين، بعد كده العلامة ديت اللي هي بتاعت الاكبر من وقبلها شرطتين. نفس الكلام ده، انسى بقى الكلام ده خالص، نفس الكلام ده خده كده كوبي بيست الكومنت اللي انت عملته ده، وتعالى انزل تحت كده كوبي بيست، شيل الكومنت، حاضر، وشيل الكومنت، ماشي، وتعالى كده نظم بقى الشغل بتاعك اهو. ادي شريف ما بين الديف اوبن تاج والديف كلوز تاج. شيل الديف وحط بدلها سبان، شيل الديف وحط بدلها سبان. ايه اللي انت عملته؟ ولا حاجة، نفس اللي فوق بالظبط، ولكن شلت الديف وخليتها سبان. طب وايه الفرق؟ نشوف حالا. يلا بينا نقول له F5 وشوف ايه اللي هيحصل. اخدت بالك ايه اللي حصل؟ فتحي ما نزلتش لوحدها في سطر لوحده، لا دي على نفس السطر. اذا هو عايز يمسك كلمة ولكن ما يأثرش على اللي حواليها، ما يأثرش على اللي حواليها. عايز امسك كلمة شريف دي وعايز أثر عليها بتأثيرات معينة، عايز ألونها، عايز أعمل لها خلفية، عايز أعمل فيها اللي أنا عايزه بدون ما أثر على اللي حواليها، اللي قبلها واللي بعدها. إذا ده بيسموه إن لاين إفكت، فكرة السبان بيسموها إن لاين إفكت. أما فكرة الديف بيسموها بلوك. ليه بلوك؟ لأنه بياخدها لوحدها، بياخد شريف ويأثر عليها ويسيب الباقي كله، ويخلي اللي قبلها قبل منه فاصل واللي تحتها قبل منه فاصل، بيعمل انتر بدليل. تعالى كده نخلي ده كومنت عشان تتأكد من كلامي، وخلي ده كده كومنت اهو، اقفل الكومنت بتاعك، شيل الكومنت اللي فوق اهو، شيله عشان يشتغل، وتعالى اكتب قبل الشريف، اكتب مثلا محمد، محمد. طيب تمام، وتعالى قول له F5. ايه اللي حصل؟ هو ده فكرة الديف، شغال ببلوك. يعني ايه؟ اخد شريف لوحدها وبدأ يأثر عليها في مكان لوحده وكأنه لاير. اذا الديف بتشتغل بفكرة اللاير، طبقة لوحدها. اما السبان عبارة عن ان لاين افكت، ان لاين بشتغل زي ما انا في نفس المكان. هو ده الفرق ما بين الديف والسبان، يبقى ده عبارة عن ديف. لو لقيت ان الكلام كله على نفس النسق، مفيش حاجة اتغيرت ولا حاجة اتحركت من مكانها ولا أي حاجة، ومسك شريف وأثر على اللون بتاعها أو الخلفية لوحدها، يبقى هو شغال سبان أهو زي ما احنا كنا بنقول من شوية. أنا هكتب هنا أهو، أشيل الكومنت ده وأرجع تاني للسبان بتاعي. أنا هكتب قبل هنا، أكتب هنا محمد، يبقى محمد شريف فتح، ولكن شريف مالها متأثرة بالسبان. شريف اهي حطيت قبلها سبان وبعدها سبان، سبان اوبن تاج وسبان كلوز تاج. يلا بينا نشوف اللي هيحصل. في نفس المكان بتاعها، ما غيرتش في حاجة، في نفس المكان بتاعها، ولكن مسكت شريف وعملت لها سبان وعملت لها ستايل زي ما انا عايز، غيرت في الستايل بتاعها، اللون بتاعها والكلام ده كله زي ما انا عايز. واحد يقول لي طب ايه فايدة الالاين؟ ولا ليها اي لازمة. ليه؟ لاني انا شغال في نفس المكان، ستايل بس ولا يشتغل، الالاين مش هيشتغل معاك.
يبقى الستايل فقط هو اللي هيشتغل، اللون، الباك جراوند، الكلام ده. حتى الويدز اعتقد، طب تعال نغير في الويدز كده خليها 500 بيكسل، ما اعتقدش انها برضو هتأثر عليا هنا حاجة خالص. يبقى حتى كمان الويدز ما اثرتش معايا. امال اللي اتغير معاك؟ الشغل الان لاين زي الكالر والباك جراوند. هقول له الكالر خليه يلو، وخلي الباك جراوند تكون مثلا اورنج. ده لمين؟ ده الكلمة شريف، عملت لها سبان ستايل بس، واقول له F5 هيطلع لك يلو، ويطلع لك اورنج زي ما انت شايف. طب كل الكلام ده كلام جميل، ايه علاقته بقى بموضوعنا؟ علاقته بموضوعنا هو ده. هرجع بقى زي ما كنت ونبدأ نشرح على المثال بتاعنا. ايه المثال بتاعنا؟ احنا نسينا. لا، المثال بتاعك خاص بموضوع السيتنج ديفولت فاليوز فور ارجيومنت. جميل جدا. انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز هنا اعمل فانكشن، سميها اي اسم انت حر، سميها فونت اندرسكور سايز، سميها فونت سايز، سميها الاسم اللي انت عايزه. حلو قوي قوي لحد الان. انت عايز تعمل ايه؟ الفانكشن دي بتاخد كام بارامتر، كام ارجيومنت؟ ادي واحد، اتنين، تلاتة، بتاخد تلاتة ارجيومنت. وجيت هنا وقلت له ايه؟ الارجيومنت الاول اسمه تكست، الارجيومنت التاني اسمه فونت سايز، وحطيت له قيمة. القيمة دي بيسموها الديفولت فاليو. يعني ايه؟ يعني انا لو ما بعتش قيمة وانا بستدعي الفانكشن، ما بعتش اي قيمة للفونت سايز، هو هياخد مين؟ هياخد الديفولت فاليو. طب لو انا بستدعي الفانكشن اللي اسمها فونت سايز وما حددتش كلر، هياخد ايه؟ هياخد البلو. فهمنا الفكرة ماشية ازاي؟ جميل جدا جدا لحد الان. الفانكشن دي بتعمل ايه؟ الفانكشن دي بتعمل حاجة بسيطة جدا، بتروح تأثر على النص التكست بتاعي. ادي النص بتاعي، بتأثر عليه بسبان اوبن تاج وسبان كلوز تاج. يبقى كل الفكرة انها هتعمل ايكو للنص اللي انت بعته، وتأثر عليه بالسبان اوبن تاج والسبان كلوز تاج، والسبان انت لسه دارسها معايا من شوية. لو انا جيت كده وقلت له سبان ستايل بي ايكوال، واروح اعمل الدبل كوت، واروح اعمل الدبل كوت اي، الدبل كوت بتاعتي اي اي سبان ستايل بي ايكوال دبل كوت، واكتب اللي انا عايزه واقفل الدبل كوت. جميل جدا. انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اخلي الفونت سايز حجم الخط، طبعا ده عباره عن سي اس اس، كاسكيدنج ستايل شيت سي اس اس. عايز اخلي الايه؟ حجم الخط يروح يجيبه لي من الفونت سايز اللي انت هتبعته لي. يبقى هبعت لك نص والفونت بتاعه. طب ما بعتش الفونت سايز، هياخد ال 25. وعايز النص كمان يتاثر بالكلر اللي انت هتبعته لي. طب ما بعتش كلر، هياخد البلو. يبقى انت عندك حل من الاثنين، يا تبعت فونت سايز وكلر، يا ما تبعتهمش، يا تبعت واحده منهم. يبقى انت لو ما بعتش بياخد الديفولت، بياخد 25 او بياخد البلو كايه؟ ككلر. يبقى انا كده فهمت الفكره ماشيه ازاي. ولكن خلي بالك، ادي النص وبعد كده رحت قفلت السبان بتاعي. اوعى تنسى الايه؟ الكونكات، لان ده عباره عن تاج، وده عبارة عن تاج، ده اوبن تاج وده كلوز تاج. طبعا دول عبارة عن HTML بحطهم ما بين اتنين دبل كوت. اوعى تنسى دبل كوت اهي ودبل كوت اهي. حلوة قوي قوي. يبقى لازم تعمل الكونكاتينيشن علشان اكونكات ما بين السترينج اللي قبل والسترينج اللي بعد. ولكن في مشكلة عندي. ايه هي؟ لما بقول له ايكو ماشي، وبروح افتح الدبل كود بتاعت الايكو، ركز كده معايا لحظه. الطبيعي ان انا بعمل كده، بكتب هنا مثلا شريف، ايكو شريف ماشي، ادي الدبل كود اللي قبل وادي الدبل كود اللي بعد. طب هكتب شريف وهكتب فتحي محمد. جميل جدا. ولكن عايز فتحي دي تتحط ما بين اتنين دبل كود. انا حر، يبقى عايزه يطبع لي شريف فتحي محمد ولكن فتحي ما بين اتنين دبل كوت. قال لك ما ينفعش.
ليه ما ينفعش؟ لان هو هنا عنده مشكله، الايكو ليها دبل كوت، ليها دبل كوت في الاول ودبل كوت في الاخر. فاول ما انت عملت الدبل كوت بتاعت فتحي هو افتكر انك انت خلصت الايكو. يعني ايه ايكو دبل كوت شريف دبل كوت؟ خلاص خلص. طب والباقي يعتبره ايرور؟ طب انا مش عايز كده، ده انا عايز يطبع لي شريف فتحي محمد ولكن فتحي ما بين اتنين دبل كوت. قال لك اه في حاجة اسمها علامات الهروب، يبقى علشان تهرب لازم تعمل لي قبلها باك سلاش، تعمل قبل العلامة باك سلاش. الباك سلاش دي معناها ايه؟ يرسم الدبل كود زي ما هي. طب معلش سؤال، طب انا جيت هنا وحبيت اعمل فتح ما بين باك سلاش، قال لك مفيش مشكلة، عايز تعمل فتح ما بين باك سلاش روح اعمل لي باك سلاش قبلها وباك سلاش بعدها. يبقى هيرسم ايه؟ هيرسم التانية، اهي التانية ديت. يبقى دي بيسموها علامات الهروب. عايز اعمل دبل كوت، دبل كوت اهي علشان ما يعملليش ايرور للايكو، ما هو الايكو محتاجة دبل كوت هنا ودبل كوت هنا، ودي مالها؟ انا هربت خلاص، عملت عملية هروب بيسموها سكيب سيكونس، سكيب سيكونس اللي هي علامة الهروب. حلو قوي، يعني انت عايز تقول لي ان هو هنا لازم يروح يعمل علامة الهروب. طبعا اجي هنا انا طبعا هنا دبل كوت وخلصت الدبل كوت، طب وبعدين الباقي ده كله ايرور؟ قال لك لا لا لا، تعال هنا اعمل لي باك سلاش، وتعالى بتاعت الستايل برضو قفلت الستايل بتاعتي روح اعمل لي قبلها باك سلاش، بس خلاص حليت المشكلة. يبقى اوعى تعمل ايكو وتعمل اكتر من دبل كوت تعمل لك مشكلة. اي دبل كوت هتعملها في الداخل اعملها ما بين ايه؟ ما بين باك سلاش بس، قبلها باك سلاش اهي، وهنا برضو قبلها باك سلاش بس. خلاص كده خلاص خلصت عملية الايه؟ الهروب. يبقى مش هيديني ايرور لو شلت الباك سلاش اللي هنا، والباك سلاش اللي هنا هيطلع لك ايرور على طول. يبقى خلاص دي احنا فهمناها، دايما بستعملها مع الستايل ومع الايكو، الايكو والستايل مع بعض. لازم اعمل الباك سلاش بتاعت الهروب، الباك سلاش بتاعت الهروب. يبقى النص هيكون لي فونت سايز ويكون لي كلر انت هتبعتهم. طب ما بعتهمش، ياخد الديفولت، هو ده الدرس بتاعنا، بيسموه الديفولت فاليو. حلو قوي قوي، يلا بينا نروح نعمل كول، نروح نعمل عمليه استدعاء لمين؟ للفونت سايز. اكتب اسم الفانكشن، ممكن اقول له شريف وابعت معاها بي ار، ايه المشكله؟ شريف بي ار ده النص، وانزل سطر شريف بي ار، ايه المشكله؟ مفيش مشكله خالص. عايز الخط يكون 20 تمام، وعايز اللون يكون جرين، يبقى عايز الخط يكون 20 بوينت واللون يكون جرين. ماشي اهو، الخط يكون حجمه 20 ولونه اخضر جرين. عايز اكتب شريف فقط، شريف فقط وينزل سطر، يبقى اكيد الخط 25 واللون ازرق. فهمنا الفكره؟ طالما انت بعت بارامتر واحد هو هياخد البارامتر التاني، هياخد القيمه اللي بعد الايكوال، والبارامتر الثالث القيمه اللي بعد الايكوال، هياخد 25 بوينت وياخد بلو اهو، 25 وبلو. جميل جدا، نفس الكلام احمد 20 وريد، برضه هيكون نفس الحجم بتاع شريف اللي فوق ولكن اللون مختلف، نفس الحجم تقريبا احمد وشريف حجمهم 20 ولكن ده جرين وده ريد. حلو قوي، عايز محمد ولكن هبعت له الفونت فقط، يبقى الفونت، يبقى محمد واحمد وشريف نفس الحجم كلهم 20 ولكن محمد لونها ايه؟ لونها بلو، لاني ما عطتلهوش لون، ارجع كده لونها فعلا بلو. طب لو انا جيت كده وحبيت اديله لون، اديله، يبقى اقول له كوما واديله اللون اللي انت عايزه ما بين اتنين دبل كوت كده، اقول له عايز لون يكون مثلا اورنج، يبقى انا كده فاهم الفكره ماشيه ازاي، اقول له اف 5 يطلع لي اورنج. طيب كل الكلام ده كده كلام جميل جدا جدا، الفكره كده واضحه وفهمنا فكره الفونت سايز فانكشن اللي موجوده في الكتاب بتاعك وبيشرح لك موضوع الديفولت فاليو، وطبعا شرحنا فكره الاسبان وفكره الديف. نكمل مع بعض، احنا طبعا لسه في شابتر 7، نروح نشتغل على اندكس 15.
عندي هنا موضوع مهم جدا اسمه add، اسمه add 5. add 5 ده اسم الفانكشن، ولكن الموضوع اسمه by value و by reference. يعني ايه؟ انا باباس argument، ببعت argument مع الفانكشن. عندي فانكشن عادية عايز ابعت معها argument. الارجمنت ده ممكن اكون انا ببعت الارجمنت عبارة عن value او عبارة عن reference. واحدة واحدة، فين الموضوع ده؟ اهو اسمه passing variable reference to functions. ايه الكلام ده؟ واحدة واحدة هنفهم الفكرة مع بعض. لو انا جيت كده وطلبت منك طلب، ايه الطلب ده؟ قلت لك ان انا عندي مثلا، تعال نرسم كده باليدوي كده، عندي كاس علشان تفهم الفكرة ماشية ازاي. عندي كاس، والكاس ده فيه عصير، وليكن عصير البرتقال عشان بس تفهم الفكرة ماشية ازاي. وعندي كاس تاني، والكاس ده فيه عصير، وليكن عصير مانجو، تمام، والاتنين مليانين على الاخر. العصير مالي الكاس كله لحد النهاية، جميل جدا. وطلبت منك، قلت لك لو سمحت انا عايز اعمل حاجة بيسموها في علم البرمجة بيسموها سواب. يعني ايه سواب؟ SWAB يعني تبديل. عايز ابدل محتوى الكاس ده في محتوى الكاس ده، اعمل تبديل. هتقول لي ازاي؟ لو انا جيت احط المانجو على البرتقال ايه اللي هيحصل؟ هينزل الكلام ده في الارض، العصير ده هينزل في الارض. ولكن عندي حل تاني علشان اساعدك، عشان تبدل محتويات المانجو مع محتويات البرتقال وتعمل سواب، انت مضطر انك انت تجيب متغير جديد. يعني ايه متغير جديد؟ انا شغال على كاسات، يبقى محتاج لكاس جديد. الكاس ده تعال نسميه تمب. يعني ايه تمب؟ يعني temporary، مؤقت. كاس تمب، تمبروري، فاضي، فاضي، تمبروري، هستعمله بعد لما استعمله ارميه، مش محتاجه. طب تمام، ايه رأيك لو تاخد كده المانجو، طبعا تقدر تبدأ بأي كاس مش مهم، وتحط المانجو هنا، اصبح السائل او العصير بتاع المانجو موجود هنا، جميل جدا. طب وهنا؟ ما هو كده خلاص فاضي، ما هو ده كده فاضي، مفيش اي حاجة هنا خالص، ده فاضي. مش انت فضيت المانجو داخل التمب؟ تمام، اصبح ده فاضي. يعني تقدر تحط البرتقال هنا؟ ايوة طبعا، مش ده فاضي اهو، حط البرتقال هنا، اصبح ده فاضي. واصبح ده هو اللي مليان. انت عايز تقول ايه؟ حالا هتفهم، حالا، ما تستعجلش. يبقى عندك البرتقال هنا، وعندك المانجو هنا، والكاس ده اصبح فاضي. يعني تقدر تجيب المانجو هنا؟ اه طبعا، ايه المشكلة، ايه المانع؟ ويرجع ده فاضي زي ما كان؟ ايوه يرجع ده فاضي زي ما كان، ايه المانع؟ ما عنديش اي مانع خالص، ده يرجع فاضي، وده يبقى فيه عصير المانجو. لو ترجع بالفيديو اول ما بدأنا الرسمة، كان البرتقال هنا والمانجو هنا، يبقى انت نجحت في عملية السواب، البرتقال اصبح هنا والمانجو اصبح هنا. انت اشتغلت من خلال ايه؟ من خلال فكرة التمب، جميل جدا. اسألك سؤال، هل انت اشتغلت فيزيكال ولا كنت بتحلم؟ لا، اشتغلت فيزيكال، مسكت العصير بايديا واشتغلت، صبيت هنا وحطيت هنا واشتغلت فيزيكال. يبقى انت اشتغلت على الحاجة دايركت فيزيكال، ما اشتغلتش لوجيك، لا اشتغلت فيزيكال، ما اشتغلتش على الفاليو، لا اشتغلت على الفيزيك، على الكاس الحقيقي، مسكت الكاس بايديا واشتغلت، قعدت اصب هنا واصب هنا. الكلام ده مشهور جدا في علم البرمجة. تعالى كده نروح على موقع جوجل ونروح نسيرش على اي حاجة، وليكن مثلا هقول له عايز اعمل سواب في اي لغة من لغات البرمجة زي ما انت عايز، هقول له عايز اعمل سواب ان سي، بس ان سي والسي بلس بلس وكل الحاجات دي موجوده.
عايز اعمل سواب في الجافا، تعمل سواب زي ما انت عايز، تعمل سواب في الجافا، سواب في السي، سواب في السي بلس بلس، هتلاقي عندك حاجات كتيره جدا. واخد بالك اهو، هو كان عنده A و B وحط حاجة تاني اسمها temp، نفس اللي احنا عملناه بالظبط. يبقى هو كان الأول عنده ال A ب 23 وال B ب 47، ال A ب 23 وال B ب 47. طب هو عايز يعمل ايه؟ عايز يخلي ال A يكون فيها 47 وال B يكون فيها 23، باستخدام مين؟ باستخدام التمب. هو ده فكرة السواب. طب استفيد من الكلام ده في ايه؟ قال لك تستفيد من الكلام ده انك انت عملت سواب فيزيكال. يعني ايه برضو؟ حالا افهمك، لو انا عندي متغير، ادي الرام بتاعتي، دي الرام الار اي ام الراندم اكسس ميموري، وفيها متغير اسمه اكس والاكس بخمسة. لو انت حبيت تاكسس المتغير ده اللي اسمه اكس، اكيد هو ليه الادرس بتاعه، وليكن اس 3 7 2 5، ده الادرس بتاعه فيزيكال. يبقى لازم اروح اكسس المتغير ده فيزيكال واشيل الخمسة واحط مثلا مكانها 2. يبقى هعرف اكسس الكلام ده ازاي؟ من خلال الادرس بتاعه، بيكون لي ادرس عنوان فيزيكال، اقدر اروح اكسس الكلام ده على الرام، واقدر اشتغل اشيل الخمسة واحط 2. والكلام ده تقدر تعمله فعلا بشكل مباشر من خلال لغة مشهورة جدا ولكن قديمة وعتيقة. اللغة ديت اسمها لغة الاسمبلي، اسمها اسمبلي. طب حلو قوي، يبقى انا كده قدرت اقرب لك المفهوم. يبقى انا بشتغل فيزيكال على الرام. طب ايه اللي انت قعدت تحكي فيه ده وانا مش فاهم؟ يعني فهمت منه جزء والباقي مش قادر استوعبه، ايه علاقته بموضوعنا؟ ما هو انت لو ما فهمتش الكلام اللي انا قلته ده وفي حاجات ضاعت منك فيه، هتحس ان الموضوع صعب عليك شويه. يبقى لازم تكون فاهم انك انت بتاكسس الرام فيزيكال من خلال لغه اسمها لغه الاسمبلي باستخدام الادرس، وتقدر تعمل سواب باي لغه من لغات البرمجه من خلال التمبرري، وبشتغل فيزيكال على الكاسات. لو فهمت كل الكلام ده تقدر تفهم المثال بتاعنا. ايه القصه بقى؟ انا هنا بقول له اد 5، ده عباره عن فانكشن وعايز اشتغل بالفاليو. ماشي، اشتغل عادي زي ما كنت شغال من شويه، مش هعمل حاجة جديدة. الاد 5 دي بتعمل ايه؟ تعال نعرف بتعمل ايه. بتزود على النم 5 وتنزل انتر بس. يبقى الاد 5 دي عبارة عن فانكشن بتزود على النم 5، يعني بتقول له نم بي ايكوال النم القديم زائد الخمس. هي عملتها بلس ايكوال 5 مش مهم، بتعمل اكشن معين وتنزل انتر. هو ده فايدة الفانكشن. حلو قوي، انا معاك لحد الان، اتفقنا؟ ما فيش اي اختلاف، متفقين. عندي فانكشن بتزود لي 5 وتنزل لي انتر وبتاخد النم. طب انا عندي متغير اسمه اوريجن نم قيمته 10. ماشي، ورحت عملت كول، عملت استدعاء للاد 5 وبعت معاها الاوريجن نم. الاوريجن نم بكام؟ ب 10. جميل جدا، العشرة دي هزود عليها 5. يبقى لما اجي اروح اطبع، اروح اعمل ايكو للاوريجن نم، المفترض يكون بكام؟ ما انت زودت 5، يبقى كام؟ يبقى 15. اروح اناديها تاني واروح اطبع الاوريجن نم، زودت 5 يبقى 20. رحت ناديتها تالت وزودت 5 يبقى 25. ناديتها رابع يبقى، وبعد كده عملت ايكو للاوريجن نم، بقى 30. محدش يقدر يختلف معايا على الاطلاق في المثال ده. هيبقى عندي 15 20 25 30. اوعى حد يقول لي انت غلطان، استحاله. يلا بينا نروح على الملف اللي اسمه اندكس 15. اوعى حد يقول لي الناتج مختلف عن اللي انت بتقوله. متفقين؟ اه متفقين طبعا. يبقى اقول له اندكس 15 واوعى تتصدم. ايه ده؟ 10 10 10 10. اتصدمت صح؟ طب ازاي؟ يبقى انت كاتب الكود غلط. لا والله ما غلط، ده انا ببعت لك متغير مع الفانكشن بتزود لي عليه 5 وتنزل انتر. ادي المتغير اللي اسمه اوريجن نم ب 10، ناديت الفانكشن بعت معاها ال 10،
زود لي عليها 5، طبعت الاوريجن نم، مفروض الاوريجن نم يكون ب 15، وبعد كده 20 25 30. ازاي تطلعوا لي 10 10 10 10؟ يبقى انت ما عملتش حاجه، وكأن الاد 5 ملهاش اي لازمه. ليه؟ وكأني عملت لها كومنت هنا وعملت لها كومنت هنا وعملت لها كومنت هنا وكومنت هنا، اسف كومنت هنا. اروح اطبع الناتج يطلع لي كام؟ عشرات. يبقى انت استفدت ايه؟ ايه اهميه الفانكشن؟ ملهاش اي لازمه. ليه؟ لان سعادتك شغال على الفاليو، شغال على الكوبي، على النسخه. يعني كل اللي بيحصل في الفانكشن ده بيحصل على نسخه مش على الاصل، وهو ده الفرق ما بين الباي فاليو والباي ريفرنس. يعني انت مفروض حضرتك كنت عملت اكسس للمتغير ده فيزيكال، مش تروح تديني كوبي، لا كنت تروح تشتغل على الباي ريفرنس. يبقى انت شغال دلوقتي باي فاليو، اللي هو فكره ايه؟ فكره الكوبي، شغال على الكوبي. يخلص الكوبي والاصل زي ما هو، الاصل ب10، يخلص الكوبي والاصل زي ما هو، عشان كده سميته اوريجن نم. لو سمحت معلش افهم، تعال واحده واحده. انا عندي متغير، والمتغير ده اسمه نم، اهو اسمه نم. والنم ده بكام؟ النم ده مثلا هنقول النم ده ب10، وانا باكسس الرام عندي طريقتين، يا اما اكسسها باي فاليو، يعني لو سمحت اديني نسخه وخلي ده زي ما هو، حاضر ادي معاك ال10، زودي عليها، اجمع عليها، اطرح عليها، نقص منها، اعمل اللي انت عايزه. بقت 10، بقت 15، بقت 20، بقت 30، بقت 70، بقت مش مهم. خلاص خلصت؟ اه خلاص خلصت، شكرا، لانك شغال على الكوبي اللي انا عطيتها لك في الاول. طب والاصل زي ما هو؟ اه ما انت اللي غلطان، انت شغال ايه؟ شغال باي فاليو. طب وانا اشتغل ازاي؟ قال لك لا تشتغل باي ريفرنس. يعني ايه؟ فكره الادرس اللي احنا قلنا عليها من شويه، اشتغل باي ريف. الباي ريف اللي هي فكره الادرس، وانا بناديها اناديها بالادرس بتاعها. انت اسمك نم؟ ايوه. والادرس بتاعك كذا؟ ايوه. هاتيلي ال10، ما تجيبليش نسخه منها، ادي ال10 اهي، تمام، وادي ال10 اشتغل عليها. بقت 15، بقت 20، بقت 25، بقت 30، امسح ده وحط اخر قيمه وصلت لها. ليه؟ لاني شغال باي ريفرنس، شغال من خلال حاجه اسمها الادرس، شغال فيزيكال. وصلت كده؟ يبقى ده الفرق ما بين الباي ريفرنس والباي فاليو. حلو قوي قوي. طب انت برضو هنا ما شرحتليش ازاي اشتغل باي ريفرنس، انا كل ده كنت شغال باي فاليو. قال لك حاجه بسيطه جدا، البي اتش بي هم سرقوا الحته ديت من السي، واخدينها من السي، بروح اعمل علامه الاند بس، بس كده. يعني وجع القلب ده كله والتعب ده كله عشان علامه الاند؟ ايوه. لما تقول له علامه الاند دي، العلامه دي معناها انك انت شغال باي ريفرنس بس، تروح تاكسس الرام من الميموري فيزيكال. شلت الاند يبقى انت شغال فاليو، حطيت الاند يبقى انت شغال ريفرنس. يلا بينا نروح نجرب البرنامج وهتلاقي الناتج اللي انت كنت عايزه، 15 20 25 30. هو ده موضوع الباي فاليو والباي ريفرنس. طبعا ده الشرح بتاعه بالتفصيل، وبيجيب لك الاند ده الشرح بالتفصيل. عندي بقى حاجه هنا اسمها في اندكس 16، اخر درس عندي في الفانكشن، اللي هو موضوع الاكزيست بتاعه الفانكشن، الفانكشن موجوده ولا لا. عايزين بس الاول نمهد ليها علشان تفهمها كويس. الفكره ابسط مما تتخيل. لو انا رحت على موقع زي موقع جوجل كده، قلت له عايز جوجل اهو، وقلت له عايز الرموز السيمبلز، عايز الرموز السيمبلز ان HTML، سوري، عايز الرموز الموجودة في ال HTML.
في مشكلة في مدرسة W3 Schools، أول مرة ألاحظ إن عندهم مشاكل. طيب دي الرموز بتاعتي، عايز أرسم مثلا العلامة بتاعت السيجما. ماشي، عايز أرسم سيجما، باخد الكود ده زي ما هو ماشي، وأروح على الشغل بتاعي أهو ال HTML بتاعي، هقول له عايز أعمل سيجما بس. ويلا بينا على اندكس 16، نروح نبص كده على اندكس 16 هيرسم لك سيجما ولا لا. يبقى انا باخده كوبي وبيست، عباره عن رمز اهو سيجما. عايز اعمل كوبي رايت، دور لي على الكوبي رايت، ادي الكوبي رايت، عملت ما بينهم بي ار، يبقى عملت سيجما. بقول له اند سيجما سيمي كولن اند كوبي سيمي كولن، تمام، بيعمل لي ايه السيجما، بيعمل لي علامه الكوبي رايت. اذا هو ده فكره الاتش تي ام ال، الرموز اللي في الاتش تي ام ال. واحد تاني عايز يعمل حاجه اسمها كلابس، ايه الكلابس دي؟ تعال نشوف. واحد عايز يرسم قلب هارت، عايز يعمل هارت، فبقول له عايز الكلابس وعايز الهارت، اقدر اعمل قلب واقدر اعمل الكوبي رايت واقدر اعمل السيجما، اقدر اعمل زي ما انا عايز. اقول له F5 هيطلع لك الايه الكلابس، الكلاب اهو، ده شكل الكلاب وده شكل الهارت، ده شكل الايه الكوبي رايت. اذا الحاجات دي تقدر تعملها بنفسك زي ما انت عايز. عايز اعمل كوت، ماشي، عايز اخلي شريف ما بينها كوت، قبلها كوت وبعدها كوت، ما حدش يجي يعمل لي كده. انا عايز ارسمها، ما حدش يجي يعمل لي المنظر ده، لا انا عايز ارسمها يعني اترسم وكانها رمز، فبعمل كوت اهو اند كوت سيمي كولن اند كوت سيمي كولن ما بينها شريف بس. اذا كل دي عباره عن رموز، الرموز دي هاجي كده اقول له اف 5 يطلع لي اهو شريف ما بينها سيمي كولن، اسف، قبلها كوت دبل كوت وبعدها دبل كوت. كل الكلام ده كلام جميل جدا. عايز اعمل اكتر من كلاب واكتر من كلابس واكتر من هارت، كوبي بيست، ادي اول واحده وادي تاني واحده تالت رابع، واعمل كوبي بيست يعمل لي كلابس ويعمل لي هارتس كتيره جدا زي ما انت شايف. طيب كل الكلام ده كلام جميل، انت عايز تقول ايه بقى؟ وادي طبعا الدبل كود بتاعت شريف، ايه الكلام اللي انت عايز تعمله؟ كل الفكره ان انا خطر في دماغي موضوع في البي اتش بي وانا شغال كده، وقلت عايز اعمل فانكشن ترسم لي كوت على التكست اللي هبعته لها، يعني ابعت لها شريف تحط لي دبل كوت قبلها وبعدها. طب وايه الصعوبه في كده؟ ايه الصعوبه؟ دي فانكشن سهله جدا، هسميها ماي اندر سكور كوت، بتاخد النص التكست بتاعي، يبقى اسمها ماي اندر سكور كوت، بتاخد النص اللي هو التكست بتاعي، ادي التكست، احط قبل منه الرمز بتاع الكوت وقبل بعد منه الرمز بتاع الكوت، ايه الصعوبه؟ مفيش حاجه خالص. اريترن الكلام ده، يبقى هريترن النص قبل منه كوت وبعد منه كوت بس. واوعى تنسى الايه الكونكاتينيشن اللي هو موضوع الربط ما بين التو سترينجز، يبقى عباره عن فانكشن اسمها ماي كوت، بتاخد النص تحط قبلها كوت وتحط بعدها كوت، فهبعت معاها خمسه، هروح اناديها اعمل لها كول، اهو هنا بعمل كول للفانكشن اسمها ماي كوت، وابعت معاها نص، مش مهم، ابعت معاها خمسه، ابعت معاها 10، ابعت معاها اي حاجه انت عايزها. ال 10 دي اهي هتتحط هنا وتحط قبلها كوت وبعدها كوت وينزل انتر بس، هو ده اللي عايزه. واقول له اف 5 يطبع لي ال 10 قبلها كوت وبعدها كوت، جميل جدا جدا لحد الان تمام. ايه بقى الواي دي؟ ماشي، ايه الواي دي؟ انا مش عارف الواي دي لازمتها ايه، ايكو واي ولا ليها اي لازمه. ده الناتج بتاعها، ايوه صح كده. طب ما انا كنت ممكن عملت طباعه على طول، ليه ايكو واي؟ ايكو ما يكوت وخلاص، بلاش اخزنها في متغير. طبعا هو هنا كان عامل متغير، حاطط الناتج بتاع استدعاء الفانكشن في متغير وطبع المتغير، لا انا مش عايز كده، انا عايز اجي اشيل الكلام ده اهو واقول له ايكو على طول الاستدعاء بتاع الفانكشن، ايكو الكلام ده، هيطلع برضو نفس النتيجه. يبقى انت بقى فاهم مش حافظ، انت فاهم الكلام ده قصته ايه، سهله جدا جدا ما فيهاش حاجه. طيب جميل، يبقى احنا كده فهمنا فكره الرموز بستخدمها في ايه، منها الرمز اللي اسمه كوت استخدمته في فانكشن وعملت له استدعاء والدنيا حلوه جدا جدا معايا. انا عندي فانكشن جاهزه، الفانكشن دي بقى اسمها امبتي، دي عباره عن بيلت ان، دي عباره عن بيلت
in function. اسمها ايه؟ اسمها empty. الامبتي دي بتبص على المتغير، هو فاضي ولا مش فاضي؟ طب متغير زي الاكس ده فاضي؟ لا، ده فيه قيمة، في ويلكم دي قيمة. طيب ماشي، هو هنا بيسأل هو فاضي if الاكس دي مالها فاضية، يبقى امبتي للاكس. يبقى انا بتأكد هل هي فاضية؟ لو فاضية اطبع لي اوكي، ده لو فاضية. اقول له اف 5 مش هيطبع لي اوكي طبعا لانها مش فاضيه. ما هو الكلام منطقي يا جماعه. اهو دي عباره عن فانكشن بيلتين اسمها امبتي. الامبتي دي تسالني هل الاكس فاضيه؟ اقول له لا مش فاضيه. طب لو كانت فاضيه معلش علشان خاطر يطبع لي اوكي، حاضر مش هطبع لك حاجه لانها مش فاضيه. طب لو كانت مش فاضيه اعمل نوت. لو كانت مش فاضيه نفي نفي اثبات، روح اطبع لي اوكي هي فعلا مش فاضيه، يبقى نفي نفي اثبات هيطبع لك اوكي. ايه اللي انت عملته ده؟ استفدت منه ايه؟ دي عباره عن امثله متقطعه بتشرح لك يعني ايه امبتي ويعني ايه نوت امبتي، يعني ايه فانكشن تعمل لك كوت على نص، يعني ايه رموز الكلابس والهارت والكوبي والكوت والحاجات دي كلها. ليه؟ علشان لما يجيب لك مثال زي كده في الكتاب، مثال معقد شوية، ما تجيش تقول لي يعني ايه الكلام ده، يعني ايه امبتي، يعني ايه الحاجات دي، انا مش عارف يعني ايه ستايل، يعني ايه سبان. يبقى احنا شرحنا الاجزاء المتقطعة دي ونبدأ نحطها في مثال متكامل بعد لما نفهم الفكرة ماشية ازاي. يبقى ده اندكس كام؟ 16. فضل لنا اندكس 17، وهيكون سهل جدا مفهوش اي حاجة خالص، اللي هو فيه المثال بتاع صفحة 25. اندكس 17 بقى بيعتمد على فهمك للكلام اللي فات ده كله. كل الفكرة ان انا هنا الاول لازم بس اراجع معاك شوية حاجات كده في اندكس 17 تكون عارفها معايا. اندكس 17 عندي هنا حاجات بسيطة جدا عايزين بس نركز فيها. الويلكم لو قبلها بي وبعدها بي، اوبن تاج وكلوز تاج تبقى بولد، والسترونج زيها. البولد والسترونج حاجة واحدة، بيخلي كلمة ويلكم مالها كابيتال، سوري بيخلي كلمة ويلكم بولد، بيسموها ايه؟ بي بولد او سترونج، الاتنين بنفس المعنى. دول اتنين تاجز بيأدوا لنفس الغرض، ولكن طبعا السترونج احدث، البي دي قديمة شوية في الاصدارات القديمة. طب تمام، عايز اجي هنا واكتب ويلكم تاني ولكن ما بين الاي ام وما بين الاي، الاتنين بنفس النظام ولكن الاي عبارة عن تاج قديم والاي ام اختصار لامفاسايز، بيأكد يعني بيعمل ستريس على الحاجة. ده بيخلي الكلمة مالها مايلة، ده بيخلي الكلمة مايلة. تعالى كده اقول له اف 5 يخلي الكلمة ايه؟ مايلة. الويلكم مايلة، جميل جدا. والويلكم دي ما بين اليو واليو بتعمل ايه؟ بتعمل لها اندرلاين. اليو معناها اندرلاين. اذا انا كده فهمت الفكرة ماشية ازاي، ازاي اخلي الكلمة بولد في ال HTML، ازاي اخليها ايتاليك في ال HTML، ازاي اخليها underline في ال HTML. يعني بعمل P و strong و I و EM و U، هو ده الهدف من الموضوع بتاعنا. جميل جدا. انت عايز تعمل ايه؟ عايز بقى اشتغل بكل اللي فات في مثال متكامل، function كاملة فيها شغل بقى عالي جدا جدا، واحدة واحدة مع بعض. انا عندي function مش مهم اسمها، اسمها تاج راب مش مهم، بتاخد متغير 2 3، بتاخد 3 متغيرات، المتغير الثالث لو مش هتكتب له حاجة هيدي لك امبتي فاضي. لو مش هتكتب حاجة في المتغير الثالث هو هياخد الديفولت فاليو، اوعى تكون نسيت، زي الفونت سايز والكالر. يبقى دي عبارة عن فانكشن بتاخد 3 متغيرات. اسأل نفسك سؤال، هل النص فاضي؟ وانت ممكن تبعت لي نص فاضي مفيش حاجة، يعني انا مثلا المفروض ابعت شريف، ابعت ويلكم، ابعت احمد، طب انا ما بعتش حاجة، يبقى ايه؟ يبقى امبتي. طب انا هنا بقوله لو كان مش امبتي، يعني انت بعت حاجة، ما هو نفي النفي اثبات. لو انت فعلا بعت لي نص يعني ليس امبتي، وكمان الفانكشن مالها اكزيست،
ما هو في مجموعة من ال functions built in موجودة عندي. لو انا جيت كده خدت من ده كوبي ورحت على الموقع بتاعي اللي اسمه php.net اللي احنا اتفقنا عليه php.net، ورحت عملت سيرش على الايه الفانكشن underscore exists، ودي دايما بتيجي في الامتحان ممكن يلخبطك يقول لك exist فقط، لا هي exists وفي underscore، عشان مره جاب لهم في الامتحان جاب لهم من غير الاندرسكور وعمل مسافه، ما ينفعش الكلام ده. دي عباره عن اسم فانكشن يبقى ما ينفعش يكون ليها سبيس، طبيعي جدا بينطبق عليها نفس الرولز بتاعه المتغير. يبقى فانكشن underscore exists وابدا ادور عليها واعرف هي بتعمل ايه. هي كل الفكره بتدور في الصفحه بتاعتي، الفانكشن دي موجوده ولا مش موجوده، بتدور في الصفحه بتاعتي الفانكشن دي موجوده ولا مش موجوده. اذا بتعمل ريتيرن القيمه بوليان، يا ترو يا فولس. حلوه قوي قوي، يعني انت عايز تقول لي انها بتدور على فانكشن لو انا بعت هنا في اسم المتغير ده، بعت فانكشن اسمها مثلا اندرلاين، ده اسم فانكشن، بتروح تدور لي على الاندرلاين دي؟ ايوه بتروح تدور على حاجه اسمها اندرلاين. مش وانت بتنادي على الفانكشن بتنادي عليها بالبارامترز ديت؟ تمام، ببعت معاها تاج، ببعت معاها نص، ببعت معاها اسم فانكشن. يبقى جميل جدا جدا، انت كده فهمتني. طب الاندرلاين موجوده ولا لا؟ يروح يدور، اه فين الصفحه؟ ادي الصفحه بتاعتك، اه في فانكشن فعلا اسمها اندرلاين. طب دي وظيفتها ايه؟ ولا حاجه، بتاخد منك النص تحط قبل منه يو وبعد منه يو. تعالى كده المساله سهله جدا اهو، ادي اليو وادي اليو. صعبه؟ ايه الصعوبه؟ بتاخد منك النص تحط قبل منه يو وبعد منه يو، اوعى تكون نسيت اليو، بتعمل اندرلاين. يبقى دي عباره عن فانكشن اسمها اندرلاين، بتاخد النص تحط قبل منه يو وبعد منه يو، ولكن في الكتاب جابلك بشكل مختلف. مش مهم، انا مذاكر بقى وفاهم. راح عمل لي حاجه اسمها سبان، يبقى بدل ما يشتغل بالتاج بتاع اليو اشتغل بالتاج بتاع السبان، يبقى هو عايز يشتغل كاسكيدنج ستايل شيت. عايز يعمل ستايل اسمه تكست ديكوريشن، مشهور جدا في السي اس اس. التكست ديكوريشن يا اما بياخد نان يعني ايه ما تحطش تحتها خط، يا اما بياخد اندرلاين يعني حط تحتها خط بس. يبقى النص هيكون تحت منه اندرلاين بس، تحت منه خط. بدل ما يعملها باليو واليو عملها بالسبان، والسبان بياخد ليه ستايلز طبعا كتيره، منها الستايل بتاع التكست ديكوريشن، ده شغل السي اس اس. التكست ديكوريشن ده بياخد اندرلاين او بياخد نان. طيب جميل، يبقى النص ده هيعمل ايه؟ النص ده هدي لك شريف، هتحط لي شريف دي فين؟ هتحط لي شريف ده تحت منها خط، بدليل تعالى كده هدي لك هنا كلمة شريف. تمام، اوعى تكون نسيت بقى، دي عبارة عن سترينج، والشريف دي عايز اروح اعمل ايه؟ اهو عايز اروح ايكو الاندرلاين. يعني ايه؟ روح نادي للاندرلاين، دي عبارة عن فانكشن، وابعت معاها قيمة الاكس، خليها بلاش اكس، خليها اس تي ار عشان يكون اسم مناسب، يعني الاس تي ار. حلو قوي، والاس تي ار دي بايه؟ بالشريف، يروح يخلي شريف تحتها خط. يلا بينا نعمل اف 5، طبعا احنا شغالين عند اكس 17، فين شريف؟ شريف وتحتها خط. تعال نشيلها ونحط بدلها احمد، خد حط بدلها علي، اي اسم انت عايزه يحط لك تحتها خط، اهو علي تحتها خط. يبقى انا كده فهمت الفكره دي ماشيه ازاي، خليهم بقى كومنت، دول مالهمش لازمه في الشغل بتاعنا. يبقى انا كده اشتغلت على مين؟ اشتغلت على الاندرلاين. ايه ده؟ الفانكشن اللي اسمها ماي كوت، ما انا جبتها من المثال اللي فات، مش احنا لسه واخدينها؟ اوعى تكون نسيت، بتعمل ايه؟ بتحط كوت قبل النص وكوت بعد النص، تعمل لي دبل كوت، ابعت معاها شريف تحط لي شريف ولكن قبلها دبل كوت وبعدها دبل كوت. جميل جدا، يبقى دي عباره عن فانكشنز مساعده. تمام تمام تمام، جميل جدا. ايه القصه بقى؟ الفانكشن اندرسكور اكزيست بتروح تتاكد الفانكشن اللي انت بتنادي عليها دي موجوده ولا لا. والله لو كانت موجوده
and، يبقى الاتنين مع بعض لو كانت موجودة والنص موجود. وصلت؟ النص موجود مش فاضي والفانكشن موجودة، تروح تعمل ايه؟ تروح تاخد اسم الفانكشن اهو وليكن underline، وتأثر بيها على التكست، وتحط الكلام ده بعد لما تعمل التأثير بتاعك تحطه في النص تاني. يعني لو بعت لي شريف، ادي شريف النص بتاعي، خلهولي underline، يعني حط لي تحت شريف خط وحطهولي في نفس المتغير. يبقى كان عندي متغير في شريف مش تحت منه خط، رحت أثرت عليه وحطيت تحت منه خط ورجعته تاني في نفس المتغير، يبقى عملت أبديت للمتغير ده بالتأثير الجديد. وصلت؟ اه وصلت. يبقى أنا شريف أصبح مالها تحت منها خط. حلو قوي قوي. طب أنا عايز أأثر على شريف بتاك تاني، ما أنا أثرت عليها بالفانكشن. شريف موجودة في النص تكست، وادي الفانكشن اللي هي حاطت لي تحت منها خط، عايز اخلي شريف تتأثر بتاج. ايه التاج ده؟ اي حاجة، وليكن مثلا عايز اعمل هنا التاج هبعت معاها اي ام. اي ام دي تعمل ايه؟ اي ام ديت والله ده كتاج يعني هيخلي شريف مالها ميلة، يبقى تحت منها خط في الفانكشن وميلة في التاج. انا كده بدأت افهم. يبقى النص اهو والتاج اهو قبل وبعد اوبن وكلوز، ورسمها لك بالمنظر ده زي ما انت شايف. حط لك علامة الاكبر والاصغر وفي النص التاج، علامة الاكبر والاصغر وفي النص التاج، ولكن اوعى تنسى القفلة بتاعته. وكأنه عملها كده بالمنظر ده، ادي الاي ام وبعد كده النص بتاعي التي اكس تي، وبعد كده راح قفلها بالمنظر ده، حط الاي ام. يبقى الاي ام دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن اهو عشان نكتبها صح، دي عبارة عن التاج. يبقى انا بعت معاها ايه؟ بعت معاها الاي ام، بعت معاها الاي ام. ادي الاي ام اهي وادي الاي ام اهي، حطها هنا وحطها هنا اهو، خدها من هنا زي ما هي كوبي وحطها هنا وحطها هنا، وفتح الاوبن تاج وقفل الاوبن وقفل الكلوز تاج بتاعتي. بس اهو هو ده اللي هو عمل، ادي التاج وادي التاج، الاي ام والاي ام، وفي النص التكست. هو ده اللي هو عمله. تمام تمام تمام. يعني انت عايز تقول ايه؟ يعني انا عايز اقول لك ان هو هنا في الكلام اللي هو عمله ده راح عمل ايه؟ عنده فانكشن اسمها تاج راب. التاج راب دي بتاخد التاج وبتاخد النص وبتاخد الفانكشن، بتتاكد الفانكشن موجوده ولا لا والنص موجود ولا لا، فاضي ولا لا. لو الفانكشن موجوده والنص موجود روح اثر لي عليه تاثيرين، روح اثر بالفانكشن على النص، حط مثلا تحتيه خط ورجع لي النص وتحتيه خط، بعد كده خد النص وحط قبل منه تاج اوبن وتاج كلوز وليكن اي ام، يبقى هو تحت منه خط اصلا، هروح حط الاي ام قبله والاي ام بعد، يبقى هو تحت منه خط وفي نفس الوقت مايل، وانزل سطر. طب إلس، إلس بتاعت إيه؟ إرجع. واحدة من الاتنين فيها مشكلة، يا بعتلي نص فاضي يا إما الفانكشن مش موجودة. الناس اللي نايمة معايا تصحى، عايزين نصحى مع بعض. الإلس دي معناها إيه؟ واحدة من الاتنين دول فيهم مشكلة، أو الاتنين مع بعض، يا الفانكشن مش موجودة اللي أنت بعتها لي، يا النص فاضي، يا الاتنين مع بعض. طيب ابعت لك النص زي ما هو واقول لك ويز نو افكت، مش مهم، اكتب الكود اللي انت عايزه، حتى لو لقيته في الكتاب بشكل مختلف مش مهم، احنا مش بنحفظ، احنا بنفهم. حتى لو جالك الكتاب في حاجه مختلفه، الامتحان فيه حاجه مختلفه، لازم تكون فاهم كود. يبقى لو الكلام ده ما انطبقش عليا اروح للالس، ارجع النص اللي انت عطتهوني، شريف شريف ويز نو افكت. يمكن يكون في المثال هنا عاطيلك ليه تأثير اهو، عمل لك عليه سترونج، ولكن انا ما بحبش كده. ليه؟ لان انت مش هتعرف السترونج دي بتاعت الالس ولا ممكن تكون سترونج بتاعت تاج، يا ترى انت في الالس ولا في الاف. فالافضل ترجع النص زي ما هو بدون اي تأثير، انا افضل كده. حبيت تاخد المثال ده كده، تاخد الكلام ده كده كوبي وتروح على المثال وتغير زي ما انت عايز، مش مهم اهو، ولا تزعل نفسك.
هقول له سوري، هاخد من ده كوبي اهو واعدل في المثال. طبعا انا مش حافظ، انا فاهم اهو، ما عنديش اي مشاكل خالص، ما عنديش اي مشاكل خالص. رجع لي النص في الالس، رجعه لي ماله بولد سترونج، يكون بولد. تمام، طبعا الكلام ده يرجع لك، اعمل اللي انت عايزه. جميل جدا جدا، فهمت الفكرة؟ اه فهمت الفكرة، فهمت فكرة الفانكشن دي بتعمل ايه. بتعمل تأثيرين، تأثير الاول بالفانكشن، التأثير التاني بالتاج، يا اما ما بتعملش حاجة. بس محتاجة كام بارامتر؟ محتاجة ثلاثة. يلا بينا، سيبك بقى من الكوت وسيبك من الاندرلاين، يلا بينا نروح نعمل استدعاء. اه هنا بقى الشغل بتاعي. تعمل استدعاء كام مرة؟ مرتين، ثلاثة، أربعة، 10، زي ما أنت عايز. المرة الأولى بقول له make me bold، ده عبارة عن إيه؟ أوعى تكون نسيت، ده عبارة عن التكست، ده عبارة عن التكست، لأني بنادي الفانكشن بالترتيب بتاع البارامترز أهو. الأول تاج، التاني تكست، التالت فانكشن. احفظ الكلام ده، الأول تاج، التاني تكست، التالت فانكشن، أوعى تنسى. يلا بينا، هبعت معاها تاج اسمه سترونج، وهبعت معاها نص اسمه ميك مي بولد. لو انت مش عايز النص ده قول له مثلا اتش 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 اتش، مش مهم، يبقى ده النص بتاعي. عايزه ايه؟ عايزه بولد. اول ما اقول له ايكو يعمل لك الايه، الاتش اتش اتش دي سترونج اهو. تعالى كده قول له اف 5، قال لك الاتش اتش اتش ويز نو افكت. ليه بقى؟ ليه؟ ليه في مشكلة؟ ركز ركز، انت بعت كام واحد؟ بعت اتنين، فين التالت؟ اه التالت ماله؟ غير موجود، فاضي، يبقى لازم ينزل على الالس. فهمت كده؟ ينزل ويز نو افكت. يجي واحد يقول لي طب لو كنت بقى سمعت كلام الكتاب، ما هو دي غلطة من الكتاب، ورحت قلت له انا عايز ريتيرن النص ماله، اريتيرنه بولد، تفتكر نفسك انك انت نجحت؟ لا، انت ما نجحتش، انت نزلت في الالس ما روحتش للاف. عشان كده انا كنت حريص ان انا اعدل في مثال الكتاب. يا ترى الاسترونج دي بتاعة الالس ولا الاسترونج اللي انت بعتها اللي فوق بتاعة التاج؟ اعتقد كده اتفهمت، يبقى الافضل نعدل في مثال الكتاب ونطلب بس كده من اللي بيشرح في المادة، دكتور المادة، ان هو يعدل في مثال الكتاب، لان دي تعتبر غلطة شنيعة. لو بعت له سترونج، انه سترونج فيهم التاج ولا الالس؟ لا انا هشتغل على الالس، يبقى هيطلع لي التكست ويز نو افكت، برغم ان انا قلت له سترونج مش هينفذها خالص اهو، اتش 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 ويز نو افكت. يبقى اجي اقول له مثلا هنا انا عايز ابعت اي ام، اي ام تبقى ايه؟ تبقى امفاسايز. المفترض الاتش اتش مالها؟ تكون مايلة. قال لك لا والله ما هتكون مايلة. ليه؟ علشان برضو مالها اتش اتش ويز نو افكت، لان الفانكشن بتاعتك مش موجودة، كان المفترض تعمل كوما وتكتب لي فانكشن. وصلت كده؟ اعتقد كده الدنيا كده وضحت والفكرة كده وضحت. يبقى ميك مي بولد هتطلع ويز نو افكت. تمام تمام تمام. هنا بقى واضح ان هو سمعني وانا بتكلم، وقال لك طيب خلاص احنا مش هنزعله، هنبعت التلاتة بارامتر، الاي ام اللي هي التاج والتكست والاندرلاين، ده اسم فانكشن. اسأل نفسك سؤال على طول، الاندرلاين موجودة كفانكشن ولا مش موجودة؟ اه الاندرلاين موجودة اهي. طيب بعت لي نص ولا لا؟ ايوه بعت لك نص، يبقى الشرطين يتحققوا مع بعض، ده وده، يبقى هيروح يشتغل على الجزء ده والجزء ده، يشتغل على السطرين 15 و16، يروح ينفذ بقى الكلام ده فعلا، يخلي التاج بتاع الامفاسايز، يبقى الكلام ده يكون ماله امفاسايز، يكون ايتاليك مايل، وفي نفس الوقت تحت منه خط، لاني رحت ناديت على الفانكشن اللي اسمها اندرلاين. كلام واضح جدا جدا، هيقول لي اندرلاين اند ايتاليكس مي. تمام، انت كده عملتني مايل وخلتني برضو اندرلاين، حلو قوي قوي قوي. حته بقى من عندي انا حبيت ان انا اشتغل على الكوت ولكن بشكل تاني. ايه الكوت؟ انت عندك الماي كوت، مالها دي؟ انا نسيت. لا
ركز معايا بقى، ايه الماي كود دي؟ دي فانكشن اهي، بتحط قبل النص كوت وبعد النص كوت. جميل جدا اهي، يبقى الفانكشن موجوده والنص موجود وكمان التاج موجود، كل حاجه موجوده معايا، معايا 3 بارامترز. اذا هاوري وهتطلع بولد سترونج وفي نفس الوقت حواليها كوت، اوعى حد يقول لي لا يمكن، استحاله. اهي كل الشغل بتاعي تمام، هاو ار يو حواليها كوت وبولد سترونج، جميل جدا جدا. ولكن في الكتاب عمل لك حاجه جديده وغريبه، الاي ام موجوده، يبقى الميك مي ايتاليك اند كوت مي مالها؟ المفترض تطلع مالها اي ام مايله، يبقى كل الكلام ده مايل، النص ده مايل. ولكن جه في البارامتر التالت عمل كوما وعمل بارامتر تالت غريب شوية. المفترض انا اتعودت منك في الشغل بتاعي من شوية ان انت كنت بتبعت معايا اسم الفانكشن، عندي اتنين فانكشن، عندي الماي كوت وعندي الاندرلاين، اهو ادي الماي كوت وادي الاندرلاين. يمكن هو في الكتاب اشتغل على الماي كوت فقط او اشتغل على الاندرلاين فقط، مش مهم. انا حبيت اعمل لك واحدة كده من عندي هدية حلوة قوي. انت كده لحد الان ماشي معايا واحدة واحدة، الفانكشن موجودة الفانكشن موجودة يبقى هيشتغل عادي جدا. طب ايه رأيك لو الفانكشن مش موجودة؟ خلاص انت مش محتاج كلام، ترجع للحالة الاولى، الفانكشن مش موجودة، يطلع لك with no effect. قال لك لا والله انا مش عايز كمان يطلع لي with no effect، انا عايزه يطبق الكلام كله. يا سيدي ازاي؟ اقنعني بس، ما احنا متفقين مع بعض، لازم يكون التكست موجود والفانكشن موجوده. قال لك لا الفانكشن مش موجوده، ولكن المره دي هعمل لها كرييت. يبقى خلي بالك البارامتر الثالث، ما انا خلصت البارامتر الاول اللي هو التاج، والبارامتر الثاني اللي هو التكست، البارامتر الثالث عباره عن كرييت لفانكشن، اول مره ناخدوها. مفروض البارامتر الثالث بتاع الفانكشن اللي اسمها تاج راب عبارة عن فانكشن موجودة بالفعل، بيروح يتأكد منها من خلال حاجة اسمها فانكشن underscore exists. حلو قوي، موجودة ولا لا؟ موجودة، عندي واحدة اسمها مايكوت موجودة وعندي واحدة اسمها underline موجودة. طب لو ما كانتش عندك، اقدر وانا بنادي الفانكشن اقدر اكريتها، يبقى عندي فانكشن جاهزة اسمها create underscore function، تروح على الموقع اللي اسمه php.net وتروح تسيرش عليها، هتلاقي في فانكشن جاهزه اسمها create underscore function. طب دي وظيفتها ايه؟ انا كده عرفت الفانكشن underscore exists، بتدور لي الفانكشن موجوده في نفس الصفحه ولا لا؟ الفانكشن موجوده في نفس الصفحه ولا لا؟ امال دي بتعمل ايه؟ دي عباره عن فانكشن جاهزه اسمها create underscore function، واضح من اسمها انها بتكريت فانكشن، بتنشئ فانكشن. طب ودي بتعمل ايه؟ تعال نشوف. انا جيت هنا قلت كوما وهبدا اشتغل على البارامتر الثالث، قلت له كرييت اندرسكور فانكشن، عايزك تعمل لي فانكشن بتاخد مني النص وتريتيرن النص قبل منه كوت وبعد منه كوت بس. طب ما انت عملتها من شويه. ده انا عملتها بايديا مانيوال، لكن هنا عايز البرنامج هو اللي يعملها لي مش انا. يبقى عندي فانكشن جاهزه اسمها create underscore function، مالها؟ بتكريت فانكشن، ولكن ابعت لها الادوات بتاعتها، هبعت لها نص والنص ده اهو، هتريتيرن النص قبل منه كوت وبعد منه كوت، شكرا بس. يبقى خدت كام بارامتر؟ بارامتر string وبارامتر تاني سترينج، عملتهم ما بين اتنين سنجل كوت، اوعى تبعت لي النص كده، ما ينفعش. يبقى انا عايز النص يكون قبل منه سنجل كوت وبعد منه سنجل كوت، حتى الريتيرن برضو قبل منها سنجل وفي الاخر خالص سنجل، لان لو رجعت للبي اتش بي دوت نت بيقول لك ايه؟ بترجع سترينج وبتاخد اتنين سترينج، السترينج الاول هو الارجيومنت والسترينج التاني هو الكود اهو، يبقى بترجع سترينج وبتاخد سترينج ارج وسترينج كود، ادي السترينج ارج، ادي الارجمنت، وادي الكود بس. يبقى الفانكشن دي
هتخلي الميك مي ايتاليك اند كوت مي مالها حواليها كوت. والسؤال هل بتأثير الفانكشن دي اللي انا لسه عاملها ولا بتأثير الفانكشن دي؟ طبعا دي لا، استحالة دي لا، مش بدي، بالفانكشن اللي انا لسه عاملها. يبقى الميك مي ايتاليك اند كوت مي هيكون حواليها كوت وفي نفس الوقت تكون امفاسايز بدليل. يلا بينا نجرب واقول له شغل لي كده البرنامج اهو. ميك مي ايتاليك اند كوت مي اتأثرت بالفانكشن اللي انا عملت لها كرييت باستخدام الفانكشن اللي اسمها فانكشن اندر سكور كرييت. اما الكوت اللي فوق ده لا، بفانكشن جاهزه انا لسه عاملها بايدي. ماشي، يبقى احنا كده فهمنا الفكره ماشيه ازاي. طب انا استفيد ايه من مثال زي ده؟ استفيد من مثال زي ده ان انا اقدر اعمل فانكشن كبيره تعمل لي حاجات كتيره. فانكشن باي اسم بتاخد اي عدد من البارامترز، بقدر اتاكد البارامترز بتاعتي موجوده ولا لا، الفانكشن اللي هتساعدني موجوده ولا لا. لو الكلام ده موجود روح اعمل تاثيرين مختلفين، تاثير الفانكشن وتاثير التاج. ما حصلش روح رجع له النص زي ما هو. هو ده فكرة الفانكشن اكزيست. المثال في الامتحان بيجي سهل جدا، ممكن يسألك سؤال يعني الموضوع بتاعنا اسمه testing for the existence of a function. بيسأل سؤال هي الفانكشن دي موجودة ولا لا. ممكن يجي لك سؤال في الامتحان سؤال اسهل مما تتخيل، ولكن طبعا انا بشرح المثال كله. يجي يقول لك الفانكشن underscore exist وظيفتها ايه، اسمها ايه. يقول لك في فانكشن بتتاكد هل الفانكشن موجوده ولا لا، اديني اسمها اهو. اسمها فانكشن اندرسكور اكزيستس بالاس في الاخر وفي اندرسكور. يجي يسالك سؤال تاني، عندي فانكشن بتكرييت فانكشن اسمها ايه؟ اسمها كرييت اندرسكور فانكشن. طب اسمها كرييت مسافه فانكشن؟ لا طبعا، لا طبعا. يبقى احنا كده فهمنا الفكره ماشيه ازاي. خلصنا طبعا كل ده الشرح الحمد لله، خلصناه بالتفصيل. ان شاء الله المحاضرة الجاية نبدأ في شابتر 8 موضوع الاريز، هنشرح الاريز بالتفصيل صفحة رقم 29. وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.